ماتش ديال الرجاء وبيراميدز ما غاديش نهضر عليه تقنيا ولا فنيا، ولكن غنهضر على داكشي اللي عشتو واللي شفتو. فالماتش ديال البارح ما كانتش الرجاء في الطوب ديالها، بحكم ان بزاف د اللعابه ما كانوش هما في الطوب ديالهم بحال الحافظي وبزاف د اللعاب. زيد على هادشي الرجاء كانت لعبه ضد التحكيم اللي كان ديما كيجي من جهه المصريين. باش ما ندويوش على التحكيم ونعطيك شر من القائمه ديالو، فغنخليو جانبا باش نديرو لي فيديو ديالو بوحدو، وغنركزو على الماتش ديال الرجاء ديال البارح وداكشي اللي شفتو انا بالضبط. تخيل معايا بنادم سالات البرومي ميطا ب 0-0 والدوزيام ميطا حتى هي بدات وسالات كيف ما سالات البرومير ميطا، ما كاين حتى شي جديد. راهي البينالتيات الوقت ديال التوتر والعصاب والهيجان واي حاجه تقدر تطيح لكم على بالكم سميوه بيع. في الوقيته اللي سجل مالانغو البينالتي كتشوف بنادم كلشي معصب، كلشي طالع عليه الدم، كلشي كاعي ما تهضرش معاه، كاين اللي خرج كاع مشى بحالاتو. شويه حتى البينالتي ديال المصريين زقلوه، ردهم الزنيتي ورد كاع هذوك اللي خرجوا من القهوه، ردهم لداخل عاوتاني وبداو كيشجعوا. جا البينالتي الثاني ديال الورف اللي طيروا، واللي بان على ان الرجاء ما تريناش على البينالتيات بتاتا، كاع اللاعبين الاجانب زقلوا البينالتيات البارح. دونك اخوتي في زقلوا الورف اللي زقلوا داك البينالتي كلشي طلع عليه الدم، كلشي فقد الامل وخرج برا القهوه. شويه كيعاود الزنيتي رد الناس اللي خرجوا برا القهوه، كيعاود يرجعوا يعاود يشجعوا عاوتاني. راهي البينالتي الثالث غير زقلوا نكوما واللي فشل كاع اللي في القهوه، وبنادم فقد الامل درجة فقط الامال وخرج برا القهوه صافي غادي فحالاته. شويه كيسمع بان الزنيتي جبد البينالتي الثالث، وبالتالي الناس كاملين اللي خرجت برا القهوه عاودت ترجع لهم الامال الزنيتي من بعد ما كلهم فقدوا الامال الا الزنيتي الوحيد اللي بقى عنده الامال بانه غادي يأهل الفرقه ديالو. وبالتالي فبن الحليف ضرب البينالتي الاخر وتاهلات الرجاء، والفضل الفضل الكبير اللي كيرجع للحارس انس الزنيتي. بكل صراحه وبكل واقعيه وبعيدا عن اي حاجه ديال الانتماء ولا شي حاجه اخرى، الدراري الزنيتي وحسب الراي ديالي انا والراي ديالكم نتوما كنحترمو وكنحترم اي واحد، من احسن الجوال اللي دازوا في 10 سنين الاخر في البطوله الوطنيه وكان مظلوم. بطبيعه الحال في حاله الماتشات هادو كيخصك رجال اللي تقاتلوا معاك، ماشي واحد ما مخلصش كيجي كيطبق على الفرقه ولا شي حاجه، كتشوف ان الناس مخلصاش وعندها ازمه ومقاتله باغي تدوز للفينال. واخا الخوت كيبقى النص فرحان بحكم ان الرجاء داز للفينال ديال الكونفدراليه، وكيبقى النص الاخر كاعي بحكم ان الوداد تقصاو وما دازوش للفينال ديال العصبه، ولكن احكام الكره هي هذه. فكنتمنى وحط موفق الوداد البيضاوي ومبروك على الرجاء وجميع الرجاويين.